في الهلال الكوري تشوغ هو يعني اللاعب اللي يلعب لأول مرة، بينما نيفيز لعب الكلاسيكو وعاد هرماش لعب هذه كورة محاولة جول المباراة. وتياغو نيفيز البرازيلي عنده في الدوري البرازيلي أهداف رائعة شاهدناها عبر اليوتيوب، وأهداف كانت جميلة جدا مع الفرق البرازيلية التي لعب معها تياغو نيفيز. تياغو في مواجهة الخطأ، تياغو صوب الله عشرة. هذه كرة منقولة في محاولة عرضية حرضية تصويب جول للمرمى، لكن قدمه تعرف طريق المرمى. تياغو نيفيز لعبه بشكل رائع، سجل الكوري وأمواج الهلال.